كيف يبدو لك تأثير هذا القرار على تعاطي المجتمع الدولي مستقبلا مع القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية التي أصبحت اليوم باعتراف قوة عالمية كبرى؟ أهلا وسهلا سيدة جوهرة، تحية لك ولمشاهديك الكرام وضيوفك الأفاضل. المؤكد أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مغربية الصحراء والاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والذهاب بعيدا في توسيع هذا الاعتراف نحو إقامة قنصلية بمدينة الداخلة هو اعتراف من دولة يمكن القول بأنها لها مكانة أعلى وأهمية أكبر في الساحة الدولية، الدولة التي تحظى بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، الدولة التي تحمل القلم وهي التي تقوم بصياغة قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، الدولة التي لها تأثير استراتيجي كبير، وبالتالي ستكون هناك دول ستسير على نفس خطى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن القول بأن هذا قرار سيغير البيئة الاستراتيجية في المنطقة وسيؤسس لسياق جديد في المنطقة. وبالتأكيد في هذا الإطار نهنئ صاحب الجلالة والدبلوماسية المغربية على هذا الإنجاز المحقق وعلى هذا على هذه الوثبة الدبلوماسية المهمة التي يمكن القول بأنها ستحدث الفارق، إن لم أقل بدأت في إحداثه، وأعتقد بأن هذا سينعكس بشكل كبير على المستوى القانوني من ناحية القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وكذلك على المستوى السياسي بحيث أن العديد من الدول ستعبر عن مواقفها السيادية المساندة لمغربية الصحراء. نعلم بأن الخناق يشتد على الجبهة البوليزاريو ومن يدعمها في الساحة الدولية اليوم كما تعلمون 164 دولة لا تعترف بالجمهورية الافتراضية، ولذلك فأعتقد بأن هذا قرار يعني سيكون له ما بعده بكل المعاني.